إذن مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شفتي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. صراحة هذا الشيء غير معقول بتاتا، يعني هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوا غير معقول بتاتا. هما هنايا الناس يعني مخلصين فلوس صحيحة وباغيين يسافروا يعني قبل عيد الأضحى، كيجيو هنايا لهذا الكار هذا وكيتفاجئوا أن الكار ما فيهش الكراسة وحالته حالة. والغريب في الأمر أن المسؤولين على هذه الشركة هذه ديال الكيران انهم غادروا المكان وخلوا الناس اللي غاديين يسافروا لراسهم. يعني كيف ما كتشوفوا معنا مش الكرام مش دقنا شفت فيه هنايا الناس يعني اللي بقاو واقفين راسهم في غياب المسؤولين ديال هاد الشركات. بلا تيبقى مع اخويا ورينا الله يرحم لك الوالدين. شوف مازال الميكات حشاك هذا كار هذا؟ هذا غير كارو فيه ماشي كار هذا راه اكثر من كار كرويل هذا والله الا كرويله ملي تشوفوا بحال هادشي هذا كرويله لا كراسه كلهم محايدين راه حاشاكم الزبر راهو فين فين داروا راهو كراسه كلهم محايدين شوف 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 ترى كارثه والله الا كارثه ملي تشوفوا هاد الكار هذا بحال هكا راه شنو هو هادشي عارف الناس غادي يروح لها هما دابا جاو ولا شوفوا واش غيديروا معنا لا حول شوف مخلصين فلوسكم شو عباد الله اليوم ما جاو دخلوا جابوا كار اخر جابوا كار اخر. اذا كيف ما كتشوفوا معنا مش الكرام في هذه اللحظات هم جابوا لهم حافله اخرى، يعني في هذه اللحظات جابوا حافله اخرى، يعني هذا هو الكار. شويه جابوا الثاني راه هو قدام كتشوفوا تما مشينا عينا مع واحد طبقه من الناس المسافرين ما عجبهمش الوضع حتى هو بقينا كنتسناو ساعتين ساعتين انتم كتسناو ساعتين وتبغوا تسناو في اش من الاتجاه اللي غادي يدير من تسعود غنشوف الوضعيه ديالو حتى هي كيفاش دايره والحاله ديالو الساعه الناس هي اللي غتقرر في الاجماع ديك الفيديو صراحه تدور في الخبر اللي شفناه فاش طلعتوا تصدمتوا واقيلا فاش شفتوا الكار في ديك الحاله ما توقعناش اصلا مع بنادم زاحم غير كيطلع في الباجاج ديالو واحد الوقيته طلعنا كيبان لك من الطلعه ديال الدروج كلها زبر واحد الحاله هي ورثا لها في الكراسه الكرسي اللي جيتي فيه كتلقاه كيتهز مع يدي بقيت تبلع صافي من بعد بدا الوضع ولكن ما عجبناش واحد التصرف انا واحد الوقيته واحد التدخل ديال واحد الشخص غريب ما عرفناش جا كيحيح على عباد الله ما بقى غير يهز الصوت ويطلع الصغار فاش حتى جينا على الوضع قلنا لي شكون هذا الشخص هذا قال لي ما كنعرفوش انت ما كتعرفوش خليتيه يدير في البلطاج على عباد الله نتمناو الكارت الثاني يكون في صحه جيده الكارت الثالث جابوا الكارت الثالث الكارت الثالث هذا اللي جابوا لا بالعكس مرحبا حنا في الخدمه ديال ولاد الشعب الخدمه ديال الناس يعني هذا الكارت الثالث جابوا لهم جوج الكيران حالتهم حالة هذا الكارتلت هما الناس طلعوا باش يشوفوا الحالة ديالو كيفاش دايرة هذا الكار رقم ثلاثة يعني الناس كيحتجوا يعني الروطار ديال ثلاثة السوايع على جوج السوايع الناس كيحتجوا يعني غيوصلوا للمدينه اللي غادي لا يوصلوا متاخرين كل اللي عنده غرض كل اللي بغى يفيق الصباح بكري يمشي يشري الحولي خويا راه كاينين شي مدن اللي ما كيوصلش لهم التران يعني هاد الناس هادو غاديين لتفراوت غاديين لمدينه تفراوت كانوا تسعود ثمن بايت 320 درهم تذكير 320 درهم من البلاصه قالوا الناس هاد الناس اللي تيقولوا هادشي با 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 320 درهم من البلاصه الكيران هو كبير العصا دابا حاليا قال لك نطلعوا في يد الله نشوفوا الكيران حنا وزهرنا كي غنلقاو هاد الكيران هاد الكار اللي جابوا لنا كي غيلقاوه ما عرفش واش هاد الاسباب تما الاسباب اللي كانت في الكار 320 درهم من البلاصه ولي تشوف الزبل اللي كانت اللي تشوف شوفوا الزبل اللي كان وسط الكار هما الناس يلا كيهبطوا حوايجهم هما الناس يلا كيهزوا حوايجهم الزبالة هذه كاملة كانت في الكار الزبالة اللي كانت في الكار هذا حبيبي هذا كار هذا شوفوا حبيت شي كلشي واش ما عندهمش اللي غينقيه كيهمهم غير الفلوس هما كيهمهم غير الفلوس ما
الناس مقطعين مقطعين ثمن تذكره. يعني 320 درهم للتذكره باش مقطعين هاد الناس هاد. يعني في هاد اللحظات هما كينتاقلوا للكار رقم 3 وشوفوا حتى هو واش الكراسي مفيكسين او لا. الناس كيحتجوا الناس كيحتجوا على هاد المشاكل هادي ديال هاد الكيران وهاد الشيء هذا راه كارثه. الناس كيحتجوا هنا وعدم الرضا ديالهم الكار تاعو هنا 320 درهم. 20 درهم بين الصراحه الثمن باهت. تستغلوا الظروف اول حاجه تستغلوا الظروف ديال العواشر باش هما تمشيو الو روجو قال لك من هي ترجع خاوي. وهذا راه سؤال في حد ذاته خاص هو يتحمل مسؤوليته وزاره النقل او وزارتنا دخلوا او ما خرجوا بالتصريح قبل العيد باسبوع تيقول لك بان طياره من اكادير ب 300 درهم وطياره من هنا طياره احسن ليا. احنا تنشوفوا كار قادم 320 درهم 320 درهم راه ماشي بطيارة احسن لي. هادو عمليات نصب واحتيال وكيستغلوا هاد الظروف ديال عيد الاضحى. هادي عمليات نصب واحتيال وكيستغلوا الظروف ديال عيد الاضحى وكيخرجوا دوك الكيران اللي واكلين العصا اللي ما كيخدموش السنه كامله وكيبداو يعمروا فيهم لان عارفين ان الهم المواطن هو يوصل للمدينه ويعيد مع الاسره ديالو في المدينه اللي غادي ليها. اذا مشاهدينا الكرام الرساله شد واضحه غادي نوضحكم على ما نتلاقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. إلى اللقاء.